شكاوى واعتراضات كثيرة سجلها مواطنون على طريق الشلالة، فالطريق الذي بدأ العمل به لأكثر من 5 سنوات لم ينجز حتى تلك اللحظة، مما يسبب معاناة يومية للمواطنين. حفريات متكررة وإغلاق الشارع الرئيس وتحويل مسار السير عدة مرات في العام باتت تنغص حياة المواطنين اليومية. ويؤكد القاطنون في تلك المنطقة بأن الطريق بات يشكل خطورة واضحة تتمثل بوجود الحفر الكبيرة والبسطات المنتشرة على جنبات الطريق، والتي تشكل عائقا لسير المركبات. احنا بنعاني من الشارع من سنتين، وصار اكثر من 4 5 متعهدين وما طلعوا بنتيجه، ودائما الشارع مسكر وحوادث عليا، ولا في مراقبين سير ولا في سير يمشوا هذا، وتبعون البسطات وتبعون الخضر مش منظمين. بينما يرى العديد من التجار ان المشروع اضر بمصالحهم بسبب الاغلاقات المتكرره، مطالبين في الوقت ذاته بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بارزاقهم. السلام عليكم. بالنسبة للشارع الشاحنات صلنا متضررين منه احنا من شهر 4، يعني سنة كاملة اجار محلاتنا ما بنجيبهم. وعدتنا الاشغال العامة والفوضية، وهات الوزارة الاشغال العامة ونعوضكم يا عمي تاوا، وهي صار هسه قاعد بعد سنة بجايين يحكوا لي روح راجع المحكمة. طب انت ليش جيتني قلت انا بدي احل معاك، ودي لا توصل محاكم. ويجمع اهالي المنطقة أن الطريق تأخر لسنوات كثيرة، مطالبين سلطة العقبة ووزارة الأشغال بالإسراع في الانتهاء من الطريق، في حين كان هناك رأي آخر للمسؤولين. بس في أسباب كانت وراء تأخيره، منها اللي هي المعوقات كبنية تحتية، خط المياه اللي هو الديسة تحويله، بعدين في خط مجاري شابك اللي هي منطقة الخزان والشلالة مع منطقة العقبة، الله تعالى قبل نهاية السنة بكون فاتح. فصول معاناة يومية باتت تشكل جزءا من حياة المواطنين في منطقة الشلالة، متمنين أن يجدوا آذانا صاغية لدى المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم. لقناة اليرموك رائد صبحي.